ما يلا الغرفة أيضا اللي جبنا بيها، تفضلوا. هاي القاعة اللي هي الغرفة صغيرة بس كل الأرشيف المطبوع والمخطوط قسم كبير منه خلينا في هاي الغرفة، مخطوط من القرن السابع عشر وبسيارات صغيرة. هذا الأرشيف العديد، وأنقذنا أهم شيء هي مجموعة من المخطوطات اللي تعود للدير، للكنيسة، الكنيسة الآباء الدومينيكان، وأيضا الأرشيف المهم اللي عمره أكثر من 250 إلى 300 سنة للموصل، ومراسلات ودوكيمنت، يعني ملفات مهمة باللغة العبرية. باللغة العبرية هي الشكل، الجلد ماله هون هذا، بس الداخل مالته فد شيء إبرايكا مع نوتات موسيقية. شوفنا هاي طبقة الآباء الدومينيك، كلش مهم هو مع النوتات الموسيقية. الحقيقة كل أرشيف هو مهم، وتعرف بأن الأرشيف هو تاريخ قديم يعكس جذور الحضارة، ولهذا داعش يحاول أن يلغي ويعني يحاول أن يدمر التراث وأيضا الآثار كلها من أجل أن يقول لا يوجد شيء قبل هذه الدولة الإسلامية المزعومة اللي رادوا أن يأسسوها. تأخذ صورتين في آن واحد، أكيد تعرفون بيها، تأخذ جي بيج ورو. ها؟ تأخذ من أيهم؟ يعود لـ 100%.